كما ولفتكم ديما كنجيب لكم الهميزات العقاريه. نجيب لكم اليوم شقه اللي كتسوفي الشروط الاساسيه من اجل الاستفاده من الدعم المباشر للسكن. نقول لكم هي العقار اللي جيب لكم اليوم فيه ثلاثه ديال الغرف. غرف اللي عندي كبار فينيسيون اللي هي ممتازه، نزيدوا عليها هي انني كنتواجد في احدى العمارات فيها المرآب ديال السيارات وفيها المصعد. زيدك هي بالنسبه للواجهه اللي كنشوف فيها الصالون ديالي فما عندهاش الحاجب، بما معناه الفيزافي ما كاينش والشمس كاينه النهار كامل. اجيو معايا نشوفوا هذا العقار، واللي كنطلب منكم هو البارطاج ديال الفيديو مع الصحاب العائله الاهل، ربما يكتب لواحد منكم. نشوفوا اول حاجه هي الباب ولا المدخل الرئيسي ديال العقار ديالي فين جا. عندي الباب هي هذه، شوفوا معايا على صالون كي داير الشميشه، وتم بالنسبه للفينيسيون فهي فينيسيون ممتازه. كنقول لكم سيداتي سادتي مرحبا والف مرحبا بكم بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس طريق يقدم لكم أجمل تحية وأجمل سلام فيما كنتوا كتشاهدوني. كنقول لكم بالضبط فين كنتواجد، على مقربة من واحد من الأحياء المعروفة بمدينة مكناس ألا وهو حي المنصور. شوفوا معايا هاد الشقة هادي، ولا نقدر نقول في حي المنصور موقع أي حاجة احتاجتها فهي كاينة. الغرفة الوالدين عندها أرضية اللي هي شبه خشبية، عندنا فيها الحمام ديالها، فيها الطواليت لافابو، نزيدوا عليها الراس ديال الناموس ديالنا فهو كبير، ونزيدوا هي عندنا البالكون. المميزات ديال هذا العقار فهي كثيره، بلاكارات كلهم واجدين، وماشي غير هادشي، بلاكارات عندنا في هذا اللي لاحظت هي ان هذه الشقه هذه فيها جوج بلاكارات، فيها بلاكار في هذه الغرفه وفيها بلاكار في غرفات اخرى. شوفوا شنو مازال عندي، هذا الممر هذا واللي زون هي كلشي كيشوف على برا. عندي هنايا المطبخ ديالي، المطبخ اللي هو متسع لجميع الأجهزة، مثلا الثلاجة، الميكرووند، لابلاك، فوق كلشي دايرين. واخا هضرنا على المساحة، دابا نهضرو على المساحة. هنا المساحة الإجمالية ديال العقار ديال اليوم فهي تفوق 100 متر مربع. بالنسبة للثمن، الثمن هو 540,000 درهم، كنهضرو على 54 مليون. هادو اللي من هاد الواجهة وعندهم تقريبا نفس العقار من واجهة أخرى الثمن ديال 530,000 درهم، كنهضروا على 53 مليون. ها هو البلاكار رقم 2 اللي قلت لكم قبيله، هو هذا دارو في هذه البلاصه. شقق اللي فعلا في بلايص اخرى راه ممكن تلقاهم تب 60 65 مليون فما فوق، وماشي هذا الشيء. نقدر نقول لكم بان الثمن راه قابل للنقاش، فيكفي الانسان غير يجي ويشوف وما يكون غير الخير بالنسبه للثمن. راه الثمن ديما كنقولها وديما كنقولها، راه الاثمنه هما كيعطيو لنا المقاول، كنحاولوا ما امكن ان نوريوها للناس اللي كيبغيو يجيو يشوفوا، ولكن الثمن يبقى دائما للنقاش. كنقول لكم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، بكم مساحات تمام الموقع. كنقول لكم مع السلامه والى اللقاء في عروض مشابهه من هذا القبيل. مع السلامه.